الو، صباح الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايره اخت خديجه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. شكون معايا؟ معك ام خديجه. اهلا وسهلا ام خديجه، تفضلي. بطلتكم بعدا. نعم، قلت لك عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك علينا وعليك، بالصحه والسلامه ان شاء الله وكل ما كتمنى يا خديجه. اللهم امين ليك والطاقم التقني وكاع الاخوات. الله يطول عمرك. لا لا لا، لا اختك. عندي طبق ديال اللحم. نعم، زينو باناناس ومشمش. ايه، وعندي لفقلوقت شلاضة كسخونة بالرز والخضر. واخا، طيب ناخذ الوصفة الأولى، لأن أساسا حنا داخلين في 54، يعني ما بقاش لنا الكثير من الوقت. ناخذ الوصفة الأولى. تفضلي. ناخذ تقريبا 2 كيلو ديال الحم، حتى كيلو 2 كيلو ونص. نعم، يعني على حساب الأفراد، ولا كانت عندنا شي عرادة خلاص راح كنديرو قياسنا، والمغاربة تبارك الله معروفين بالكرم. نعم. بصلة. بصيلة. بصلة مشلضة رقيقة. نعم. ربع معلقة صغيرة ديال الإبزار. إيه. نص معلقة ديال سكنجبير. نعم. راس معلقة ديال الملح. نعم. ونص معلقة ديال السمن. ونص كاس ديال الزيت عادية. نعم. وعود ديال القرفة. نعم. صفر الحر. وفرقوم بلدي. إيه. صافي، نخليو هذا اللحم تقلى مزيان مزيان. نعم، باش اللحم تكون كمحمره. تحمر لنا اللحم. نعم، تحمر لنا اللحم، وفي نفس الوقت حتى، لان دابا كاين جوج طرق ديال الطياب، يا اما نحمرو او نقليو في الاول، يا اما كنديرو يعني العطريه ديالنا وتنديرو الماء. الماء كيطلق لينا العصره اللي كتكون في اللحم، يعني هذيك ديك لاصوص اللي تتكون في اللحم تطلق فديك يعني فديك العطريه وفداك المويه اللي تنكونوا دايرين. الا بغينا اللحم يجينا محمر، ما كنديرولوش الماء في الاول، تنقليو ونسدو المسامات ديال اللحم باش تبقى ديك الفائده ديالو، البروتين ديالو يعني، والفوائد ديال اللحم كامله انها كتبقى لداخل، وعاد ديك الساعه كنرويو من بعد. تبارك الله عليك. نعم، هادو جوج، غير جوج يعني جوج ملاحظات باش نعطيهم للمستمعات الكريمه. طيب، تبارك الله عليك. منين نضيفو الماء؟ نضيفو الماء. نضيفو الماء. نغليو اللحم طيب. نعم. من بعد ناخذو واحد شويه من ديك المرقه. اييه. ندير فيك شي كاسرونه. نعم. نديرو مشماش. يطيب مع عوية ديال القرفة. نعم. وشوية ديال الزبدة. نعم. وشوية ديال السنيدة. وشوية ديال السنيدة. السنيدة أولا العسل. أولا العسل، اللي كان متوفر. اللي كان متوفر. وحبذا لو كان العسل يكون أحسن، باش نستافدو حتى من الفوائد ديالو. واه معقولة. صافي. نعم. ونخليوه داك المشماش يتشرب ويتعسل لينا. كناخدو أناناس. إيه. معلب. كناخدو مقلة. كنديرو فيها شوية ديال الزبدة. شوية الزبدة. شوية ديال السنيدة. وشوية ديال السنيدة. نعم، حنا كنعرفو أصلا أنه كيكون مسكر معاه، كيكون معلب بالماء. إيه. قلتلك مالح، كيكون حلو. كيكون مسكر. طيب. صافي، ممكن ندير داك أنا المقلة وكان غير نشحرو غير واحد شوية. صافي. كنصوطيو. نعم، مع الزبيدة. إيه. وكناخدو اللحم كنقدموه في إناء التقديم. نعم. كنزينو بدوائر ديال الأناناس. نعم. مشماش، داك الثقب ديال الاناناس اللي في الوسط كنوضعو فيه مشماشة. مشماشة. ولا بغينا نحطو من فوق وعاود طقم مشماشة. لويزا. سميتو نصف قرقاعة مثلا. نصف قرقاعة أو لا لويزا أو أكاجو أو بيستاش، ديك الساعة كل واحد ديك الساعة كيف ما بغى يعني يزين كيف الطريقة اللي بغى. طيب يا أختي خديجة. نعم. إن شاء الله إن شاء الله حتى مرة أخرى. إن شاء الله أم خديجة تنحيوك. نعم لا لا. نعم لا لا. بغيت الأخوات ينصحوني المداد اللي كانوا في الحوايج كيفاش نحيدو. الحليب. المداد. الحليب أم خديجة، الحليب. ديري الحليب. نعم. صافي، شكرا جربها. ياك الحبر، أنت كتهضري على المداد اللي هو من إلا فاش شي ستيلو في شي. نعم، ديري غير الحليب وتفكريني. لا لا، ام خديجه تحيه لك وشكرا لك. طيب، مادام حنا تكلمنا على اللحم، حتى المساله ديال الطياب ديال اللحم بعض المرات يعني كيشد معنا العكس وما كيبغيش يطيب، خصوصا ملي كيكون اللحم يعني كثير وكيكون شي طريف ديال اللحم اللي هو فيه الخويطات بزاف. نديرو عصيف ديال التمر، العظيم ديال التمر، كناخذو جوجات ولا ثلاثه تنرميوهم يعني في الطنجره اولا في الاناء اللي نكونوا كنطبخوا فيه. كونوا على يقين بان من بعد واحد 10-15 دقيقه تلقاو داك اللحم فحال الزبده. كاين كذلك اللي تيدير فرماج، كاين كذلك اللي تيدير خميره ديال الحلوى، ولكن من الاحسن باش نحيدو كاع سميتو التمر. وحنا كنعرفوا كذلك بان حتى العظم ديال التمر له فوائد مهمه وخياليه، غير خاصنا نكتشفوها. تحيه لكاع المستمعات الكريمات ديالي اللي تواصلوا معايا من خلال فقره السلحداقه لحظات، غادي ننتقلوا بكم انا شخصيا دائما الى موجز اخباري في تمام.